الله يجزاك خير. الله نور السماوات والأرض، كرر هذا النور في هذه الآية 5 مرات، لأن النور الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: والصلاة نور. ثم يضرب الله لنا من حياتنا، سبحانه ما أعظمه، كيف يضرب لنا شيء نعرفه، كمشكات. المشكاة هي مكان صغير يكون في البيت بشكله كذا، لكن ما له نافذة، ما له فتحة، يسمونه مجتمعي يسمونه لهي، يسمونه اللهي، ويسمونه رفيدة اللقف، ويسمونها للحجاز الكترة، وهو فتحة صغيرة مثلثة في البيوت القديمة، اسمه عندنا بهذه الأسماء، لكن ربي يضرب الأمثال للناس بواقعهم، فيقول مثله كمشكات. المشكاة هو هذا المحل، والمشكاة هذه فيها مصباح اللي يستعملونه في حياتهم، فإذا أضاء كأنه كوكب دري عندهم هم، لأن هذا النور عندهم في الظلام كأنه كوكب دري، الكوكب المضيء الكثير ضياءه، فهم في هذا البيت الصغير تراهم في عالم عجيب. والله عز وجل يعلمنا 5 مرات في ذكر 5 مرات في هذه الآية: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتون لا زيتونة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إذن النور ذكر في هذه الآية كم؟ كأن الصلوات الخمس هي نور حياتك، مثل ما أنار لك هذه الغرفة الضيقة، فأنت الآن أمام حياة كبيرة تحتاج 5 أنوار. إذا نور واحد نفعك في غرفة وشفت كأنه كوكب دري، ترى حياتك تحتاج إلى 5 أنوار لتتنور حياتك. ولأن هذه 5 أنوار فين سويها؟ فبعد الآية قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح، استسبح هنا الصلاة. قال ابن عباس وابن جبير وقتادة عن التسبيح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس الله عز وجل أمره، قال: فلولا أنه كان من المسبحين. يقول ابن عباس وقتادة وابن جبير: التسبيح الصلاة، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واسجد واقترب. إذن هذه الصلاة يا أهل هذه المشكاة اللي أنارت لكم غرفتكم الصغيرة، ترى الصلاة نور، نور حقيقي، ونور في أخلاقك، ونور في عيالك، ونور في بركتك، ونور في منطقك. ترى صاحب الصلاة مسدد في ألفاظه. الله عز وجل يقول: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. بعض الخلق ترى أكثر ألفاظه لعن، يلعن كل شيء، واللعانون لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. كثير من الخلق يلعن واجد، بعضهم يلعن نفسه، بعضهم يلعن والديه، وهذا فيه نهي، هذا ما عنده نور. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. فهنا يعلمنا ربي في 5 فرائض في اليوم والليلة، إن سوي هذا النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، رجال إيش عندهم؟ رجال حفظ المراجل كلها، ما عندهم، لا تلهيهم صلاة ولا يلهيهم عن ذكر الله، إنهم تجار تركوا تجارتهم ودنياهم على المسجد، لا تلهيهم تجارة ولا بيع. طيب بعضهم مسكين، والله لا لها تجارة ولا بيع ولا صلى، مثل فقير اليهود، لا دنيا ولا دين، هذا ولا لا، ما ألهتهم عن تجارتهم ولا عن بيعهم، لم تلهيهم لا عن بيعهم ولا عن تجارتهم. رجال لم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون. ولذلك لأهمية الصلاة أعلى منازل الصبر الاصطبار. الله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أعلى منازل، واحد عنده 10 أولاد، عنده في البيت هو مسؤول عنهم 10 أولاد، كم يصحيهم مرة في اليوم والليلة؟
10 اولاد؟ 5 اوقف 5 واحد عنده 10 اولاد في بيته عنده 5 ضرب 5 25 كم يصحيهم مره هالعشرة في؟ يصحيهم 50 مره 50 مره 50 مره 50 لا لا يصحيهم يختلف عن يأمرهم صحيهم الفجر بس طيب كم يأمرهم بالصبر؟ 50 50 ولذلك تحتاج صبر الله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ليه؟ لا يلهيك الرزق الرزق ما الله عز وجل نحن نرزقهم وإياكم فلذلك يحافظ الإنسان على النور ويهتم بالنور ويخشع في النور ويؤديه بمحبة لله إنه يأتي إنه يشكر الله إنه مستور وإنه معافى وإنه في خير كثير من الله فيأتي فيقول الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبحان ربي الأعلى هذه الألفاظ التي شرعها لنا هذا الدين شكر وثناء على الله قال الله وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني لذلك ينبغي على كل مسلم أن يهتم بهذا النور وأنك تعلم أولادك بهذا النور واهتم بهذا النور واغرس محبته في أبنائك كثير بعض الناس يتهاونون في صلاة الفجر هذه الصلاة الميزان الحقيقي الله عز وجل يقول وأنها لكبيرة يعرف حقيقتها الله اللي شرعها الله يصفها ما هي بسيطة يقول وإنها لكبيرة أي شاقة متعبة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين من هم الخاشعين؟ الذين يظنون أي يعتقدون اعتقادا جازما أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ولأهميتها قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني يا أخي هو إذا قال الإمام تعالوا للصلاة تعالوا حي يعني تعالوا حي على الفلاح تعالوا للفلاح أعلى منازل الفوز قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فش نقول حنا ما نقدر نجي لا حول ولا قوة إلا بالله إذا الله عز وجل ما أعطانا حول وقوة والله ما نقدر نجي نعم. أنت دعيتنا إلى هدى فحنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله فأسأل الله أن الله يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته آمين. آمين. والحمد آمين. لله وصلى آمين. الله على نبينا وعلى بارك على الهادي الأمين الله سبحانه وتعالى يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة نور الله العظيم شوف بما ماذا مثله بشيء قليل ولذلك ورد أن أبو تمام مدح الخليفة المعتصم بقصيدة وقال فيها إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسي فماذا قال الحاضرون قالوا ما زدت على أن شبهته بأجلاف العرب فإيش قال أبو تمام قال أبو تمام لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس فنور الله عظمة نور الله سبحانه وتعالى ولكنه قربه لنا بهذا المثل العظيم هذه الآيات الحقيقة ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم موعظة للمتقين المتقي هو الذي يتدبر التقوى كما تعرفون كما أخبر علي بن أبي طالب الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل الرحيل نعم. فهذه الآيات الحقيقة مهما تدبر فيها الإنسان وكذلك أيضا كلمة رجال أي يدلك على أن الذين في المساجد هم الرجال الحقيقيون أما البقية فهم ذكور نسميهم ذكور لكن الرجولة الحقيقية هي المرابطة في المسجد إيش قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآيات الحقيقة الآيات يعني ثرية جدا صراحة ولكن هذا شيء من يعني قليل من كثير بارك الله فيك أبو أحمد في شيء فيه بس تنبيه بسيط يقول علماء اللغة زيادة في المبنى زيادة في المعنى فقولك اصبر تختلف عن قولك اصطبر نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر ستواجه مشقة وصعوبة ذكر نفسك بالاصطبار على 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 هذه وتذكر قول الله سبحانه وتعالى عن نبي الله إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة مستمر في أمرهم بالصلاة فأنت استمر حتى لو يعني ما تمت الاستجابة لك المباشرة لكن أمرك المستمر هذا أنت مطلوب منك أن تفعله ذلك تأويل ما لم تستطع تستطع عليه صبرا
بينما الآية الأولى تستطيع. إنك لن تستطيع معي صبرا لما كانت صعبة عليه، لما كان الخبر غير بين لما تبين ذلك تأويل ما لم تستطع، الأمر صار سهل خلاص معروف. فما استطاعوا أن يظهروه. أيوة ما استطاعوا، وما استطاعوا له نقبة. فالنقب أصعب من الصعود. فقال فما استطاعوا له نقبة، أما الصعود فما استطاعوا أن يظهروه. ليه؟ لأنه كان عبارة عن سبيكة الحديد والنحاس ملساء واختراقها صعب. معناه معليش أبو عايض، بس هذه عشان ما نفوتها، معناه قول الله عز وجل واصطبر عليها أبلغ من قول واصبر عليها، وهذا يدل على عظمة أجر أن يصبر الإنسان. صحيح. على صحيح. حث أبنائه وأهل بيته على الصلاة. نعم أنت مأجور شلون؟ لا قال أبو